السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في القناة. لو انت لسه جديد معانا اتفضل اشترك، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك. وطبعا بشكر كل الموجودين معايا في القناة، كل اللي لسه كمان مشتركين معايا في القناة بشكرهم كلهم، وعلى التعليقات الحلوة والإيجابية. معانا النهاردة هنقول مع بعض القراءة العاطفية لبرج القوس. أهلا وسهلا برج القوس. الكلام هيكون عن برج القوس. هو برج ناري، قلبه طيب، ضحكته جميلة، دمه خفيف، ذكي، حظه حلو، وشه جميل، بيوت قلبي كده على طول أول ما تشوفه، عشان كده محبوب من كل الناس. علاقاته ممتازة جدا، في الحب بيحب بجد ومخلص، ولما بقى بيسيب حد أو حد بيسيبه بيتجاوز الأزمة بسرعة غريبة وبيكمل وبيعيش حياته عادي. يعني ممكن تلاقي كده، يعني مثال هديهولكوا، واحدة مثلا من برج القوس رايحة مشوار يعني بعيد عنكم كلكم، يعني مثلا طلاق، هي راحت هي وجوزها يتطلقوا، ممكن تلاقيها وهي راجعة من المشوار ده المؤسف بتشتري سناكس، حاجات حلوة، أكل، ولما تقول لأصحابها على الخبر ده بتكون عادية جدا. يعني ممكن كمان تلاقوا أصحابها زعلانين أكتر منها، ده مش برود مشاعر منها أو عندها، بس هما فعلا قلبهم طيب، وما والتصرف ده بيكون بالذات لو العلاقة كانت فاشلة بجد، يعني ما كانش فيها فايدة. فهو مولود برج القوس بيحس ان هو بالشكل ده ان هو ارتاح، لكن لو حب وحصل اي مشكلة في العلاقة بيكون متضايق جدا، بس برضه بيتجاوز المشكلة ويكمل، رغم انه من وقت للتاني بيفتكر العلاقة اللي كان مرتاح ومبسوط فيها وبيزعل. يعني برضه في حاجة تاني، ان هو لو اتأكد ان الطرف التاني مش عايز يكمل معاه بيسيب برضو عادي وبيكمل. وعلى فكرة عشان كده ربنا بيبعت له دايما الأحسن، لأنه بيسلمها لله، يعني هي دي نظرته إنه بيسلمها لله. بس لو متأكد إن الطرف التاني بيحبه حتى لو سايبين بعض بيفضل وراه لحد ما يرجعوا ليه تاني. قلنا برضو في الأول إن هو حظه حلو، وكنت ذكرتها في توقعات العام الخاصة ببرج القوس في السنة ديت. هذكرها تاني ان الحظ ده مش خاص بيه لوحده، هو مؤثر في كل حد مصيره مرتبط بيه. يعني لو مراته او جوزها، يعني لو برج القوس انثى يبقى جوزها اولادها، فالحظ ده اخواتها اهلها كده، كل اللي مصيره مرتبط بحياة برج القوس برضو هينوبهم من الحظ جانب. يعني ندخل على القراءة والتوقعات برج القوس من دلوقتي والمنتصف شهر. شايفة ان وضعه الحالي، هو زعلان جدا، برج القوس زعلان متضايق، في انطواء منطوي، يعني شايفاك الفترة دي عايش في مشاكل عائلية بالاكتر، يعني اكتر من العاطفية، في مشاكل عائلية وفي مشاكل عاطفية. يعني في الاول عايز اقول ان الطاقة الغالبة على القراءة من الابراج الموجودة او المحيطة ببرج القوس، هنقول ان في ثور، اسد، حمل، يعني في ابراج ترابية وابراج نارية، بس على الأرجح هي الأبراج اللي أنا ذكرتها. وهنعرف دلوقتي لو في رجوع هيكون بين مين ومين من الأبراج دي، يعني قوس ومين، وفي كمان حوت على فكرة، يعني بينهم انفصال بس في بعدها رجوع وتوافق، في حنين بينكم وبين بعض. في مجموعة منكم الطرف التاني أو اللي بتفكروا فيه يعني مشغول بنفسه، يعني مش بيفكر في الوقت الحالي غير في حياته شغله، لكن
مش بيفكر ارتباط، نفس الوقت هو ما فيش حد تاني، يعني مش شايفة في العلاقة اي حد تاني، يعني ما عندوش واحدة تانية، او لو هي ما عندهاش واحد تاني. لكن الوضع العاطفي الغالب على القراءة هو افتراق وبعد، مفيش كلام. برج القوس محتار، في عنده حيرة، ما خدش قرار بإنهاء العلاقة، يعني في عنده حيرة بخصوص علاقة وهو مش عارف ياخد القرار يعني ينهيها تماما أو يستنى أو يستمر، يعني رغم البعد هو مستني الطرف التاني يرجع. شايفة كمان في منكم مش من الطرف التاني، انتوا يعني زي تكونوا شفتوا خذلان، الخذلان ده انت اللي تعرضت له، يعني اتخذلت من حد من الطرف التاني، وده برج القوس هو اللي تعرض له، وده برضو ادى ان جزء من مواليد برج القوس هو اللي انهى العلاقة، انهى العلاقة في منهم، انهوا العلاقة تماما، يعني بلوك بلوك، يعني انا شايفة فيه متقفل كل حاجة، في اطراف كمان بعدت، في اطراف بعدت خالص. ممكن يكون في اطراف مع برج القوس، يعني لو في علاقة كمان بالذات ببرج الابراج الترابية او برج الثور، يكون الطرف ده سافر، يعني سافر اصلا ومش موجود. المهم ان مفيش في القراءة اي اطراف دخيلة، يعني مفيش في القراءة اطراف تانية دخلت في الموضوع او خيانة يعني او كده، او تكون يعني انثى برج القوس عندها طرف تاني او رجل برج القوس عنده، لا ولا الطرف التاني اللي هو المشكلة معايا، يعني ممكن بس شايفة الأسباب الواضحة معايا إن هي يعني كانت عبارة عن زي برود مشاعر، سوء فهم أو تحليل مسبق للمواقف بدون أي دليل، سواء منك أو من الطرف التاني. في منكو العلاقة نفسها اكتشف إن هي ما كانتش جدية، يعني اكتشف ان الطرف التاني ما كانش يعني ما كانش عايز يعمل علاقة حقيقية، يعني كأن حد بيتسلى بيتكلم كده وخلاص عايز يتكلم، وبرج القوس اكتشف ده، اكتشف ده وفضل ان هو يبعد، وده صح على فكرة. يعني انت حسيت ان هو بيلعب، مش عايز ياخد اي خطوة، يعني هو ده الغالب هنا كده، ان هو بيلعب مش عايز ياخد اي خطوة بجد، بس في تعب كتير، تعب 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 عند برج القوس، تعب كتير جدا. يعني عايزاك يا برج القوس تركز في حياتك زي عادتك يعني. وعايزة اقول كمان ان هي قراءة وقتية، يعني قراءة وقتية، مش ان شاء الله نعمل قراءة تانية قريب وتكون الطاقة فيها دي اتغيرت. بالنسبة للرجوع بقى، ففي رجوع هيكون بينك وبين الأسد، لو الشريك أسد، بس هيكون بتعب، يعني هياخد وقت، ده في حالة لو الشريك أسد. وقلنا برضو موجود برضو هنا لو الشريك حوت، بس في الأسد ممكن تطول شوية. لو الشريك حوت دي لأن شايفة في تفكير فيك من برج الحوت، في تفكير كتير يعني، أو برج مائي، بس الغالب قدامي حوت. المهم انا مش عايزاكم تكونوا زعلانين، لان الطاقة بتاعتكم مليانة زعل من كل حاجة، حاسين موضوع مش عاطفي بس، انتوا حاسين بالظلم، حاسين بالظلم حتى من اقرب الناس ليكم.
حاول يعني النصيحة بتاعتك، يعني تحاول ان انت تبعد عن اي حاجة بتضايقك، ولو الحاجة او الحد اللي بيضايقك هو حد ما ينفعش ان انت تبعد عنه، يعني حد قريب او اهل او كده، تجاهل. يعني ممكن تبعد بس بتفكيرك، تبعد بردود افعالك، يعني مش شرط تبعد كلك على بعضك يعني. وانا ان شاء الله قريب هنحاول نعمل قراءة تانية عاطفية برضو لبرج القوس، ونعرف بيها الأحوال راحت لفين وتغيرت لفين. بالنسبة للعزاب أو اللي مش مرتبطين خالص، في ارتباط قريب، الحظ موجود لكل البرج عموما، بس القراءة اتفتحت على الوضع الموجود حاليا، بس في حظ موجود لكل البرج في كوضع عام يعني، وفي تقدم وتحسن في كل حاجة. مش عايزين يأس أو زعل، دايما نكون واثقين في ربنا ان هو بيخبي لنا خير، لان انا شايفة حتى العلاقات اللي هتتغير ان مش هيكون فيها رجوع، هو في حاجة تانية احسن وافضل، فبلاش نبص ورانا، اللي جاي احسن بكتير، في حاجة احسن وافضل بكتير، هو ده اللي نركز فيه. بيبقى فيه تعب شوية، بيبقى فيه شوية حزن، بس مش عايزينه للدرجة اللي هي تأثر فينا وفي حياتنا او في مصيرنا، لان فعلا الحزن او الطاقة السلبية بيأثر في مصير الحد، ممكن تغير مصيرك كله بسبب افكارك، وبسبب انا شايفة حزن كتير وزعل وتعب، رغم اني ببشرك يعني بان الجاي حلو جدا، جاي كويس، وحتى على مستوى الحياة العاطفية الجاي ممتاز، فتفائل كده خير، واطلع من حالة الحزن والتعب والاكتئاب دي، واستنوني قريب ان شاء الله في قراءة تانية، واسيبكم في القراءة ديت، يا رب تكون عجبتكم. عرفوني في التعليقات لأي نسبة وصلت القراءة، يعني صح بنسبة قد ايه، غلط بنسبة قد ايه، هستنى تعليقات بشوفها كلها.